السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من كورس جرامر ليفل A2 المستوى الثاني. إن شاء الله النهاردة درسنا عن موضوع مهم جدا جدا، وهو comparative and superlative adjectives and adverbs، مقارنة الصفات والتفضيل، ده فيما يتعلق بالصفات، وكمان معانا الادفيربس ظروف الأحوال. نتكلم الأول عن يعني إيه adjective، يعني ايه صفة. الصفة دي it's a word، هي كلمة that describes a noun، بتوصف اسم. لما اقول لك he is a tall man، he is a tall man، كلمة tall جات لي علشان توصف كلمة man، يبقى الadjective الصفة بتوصف الاسم، man ده اسم، جات كلمة tall وصفت الاسم ده. طب ايه هو الادفيرب؟ الادفيرب يعني الحال او ظرف الحال ده، يعني هو ده كمان it's a word، It's a word، هو كلمة that describes a verb، بتوصف الفعل الاكشن، ما بتوصفش الاسم. دي كده ايه هي الصفة وكمان ظرف الحال. طبعا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل عن الفورم بتاع الكومباراتيف والسوبرلاتيف، ياريت نرجع له. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديوهين دول في الوصف تحت، تقدروا ترجعوا لهم تاني وتشوفوا ايه هي اساسيات الدرسين دول، ازاي نضيف الاي ار والاي اي ار، ازاي نضيف الاي اس تي والاي اي اس تي، الحاجات دي كلها بالتفصيل. نبدا الاول بالكومباراتيف ادجكتيفز. كومباراتيف ادجكتيفز، مقارنه الصفات، مقارنه الصفات. ازاي نقارن؟ لازم تعرف الاول ان الكومباراتيف ما بين اتنين، يعني بقارن ما بين اتنين، سواء كانوا تو بيبل شخصين، سواء تو ثينجز شيئين، او تو انيمالز او اتنين من الحيوانات، بقارن ما بين اتنين. وعرفنا كمان ان انا لما اجي اعمل مقارنه بنعمل ايه، بنضيف adjective الصفه، بنضيف لها er، بنضيف للadjective الصفه er، وبعدها عندنا than، زي taller than، shorter than، longer than، heavier than. دي ازاي بنضيف er للadjective. white meat، white meat is healthier than red meat. White meat is healthier than red meat. يعني اللحم الأبيض، يعني اللحم الأبيض صحي أكتر من اللحم الأحمر. Traveling by bus is more comfortable than traveling by train. Traveling by bus is more comfortable than traveling by train. يعني السفر بالباص أكثر راحة، أكثر راحة من السفر بالقطار. كده احنا بنقارن ما بين القطر والباص. قارنا ما بين الوايت ميت والريد ميت، بنقارن ما بين شيئين، بنقارن ما بين اتنين. نيجي بعد كده للليس ذان. ليس ذان عكس مين؟ عكس مور ذان. ليس ذان معناها أقل من، ليس ذان أقل من، ليس بلس الأدجكتيف بلس ذان، less بعدها صفة بعدها than. Peter is less considerate than Martha. Peter is less considerate than Martha. معناها ان بيتر ده اقل مراعاة لشعور الاخرين من مارتا، يعني مارتا اكثر من بيتر، معناها مارتا بتراعي شعور الاخرين اكثر من بيتر. ممكن كمان علشان نقارن بين اتنين نستخدم not as as. not as as ازاي؟ عندي الاول not plus as plus الadjective plus as، عندنا not as plus الadjective plus as، وهنا ما بين as الadjective زي ما هي، ما بنضيف لهاش اي حاجة، الadjective مع as زي ما هي، ما ضيف لهاش اي حاجة. Peter is not as considerate as Martha، وده نفس الميننج بتاع الاكزامبل اللي خدناه قبل ده على طول، ان بيتر اقل مراعاه لشعور الاخرين من مارتا، ده معنى الاكزامبل الاول. معنى الاكزامبل ده، معنى الاكزامبل ده ان بيتر ده ما هواش مراعي لشعور الاخرين زي مارتا، مثل مارتا. فهنا ده سيم ميننج، نفس المعنى بتاع المثال اللي خدناه قبل ده على طول،
التاني كان بيتر أقل مراعاة لشعور الآخرين من مارتا. والمثال ده معناه إن بيتر ده ما بيراعيش شعور الآخرين زي مارتا، معناها هي أكتر منه، معناها إن مارتا is more considerate، هي مراعية لشعور الآخرين أكتر من بيتر. ده معنى السنتنس دي. نيجي بعد كده لنقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي than me و than I am. إيه الفرق؟ than me و than I am. لازم تبقى عارف إن بعد than أو as بنستخدم object pronoun، ضمير مفعول. بعد than أو as بنستخدم object pronoun، object pronoun زي me, you, him, her، دي كلها object pronouns، ضمائر مفعول، بتستخدم بعد than أو as. ممكن كمان نستخدم subject pronoun زي I، زي he، زي she plus verb بعد than أو as. إزاي الكلام ده؟ يعني he is taller than me، he is taller than me، than me، than هنا جت بعدها، than هنا جه بعدها object pronoun. أو he is taller than I am، he is taller than I am، هنا جبنا I am subject pronoun وبعده verb. يا تستخدم object pronoun أو يا إما subject pronoun بعد كده في verb. بعد كده عندنا much، much، a lot، a bit more، يعني much more، a lot more، و a bit more. يعني الكلام ده يعني في الكومباراتيف بنستخدم much قبل more بلس الادجكتيف او قبل الادجكتيف اللي اخرها er، يعني ممكن تقول much taller، much longer، much more expensive. ركز كويس جدا جدا في النقطة دي. He's a bit taller than me، he's a bit taller than me، يعني أقل مني بشيء قليل، مواش كتير، لأن كلمة a bit معناها ايه؟ بقدر قليل. خلاص، a bit، a lot يعني كتير، much يعني كتير. فهنا بتحدد درجة الصفة، هو أطول مني بكتير جدا جدا ولا بحاجة قليلة؟ ده اللي بيحدد، ده كلمة a bit، كلمة a lot، كلمة much، وفي غيرهم كتير. The black jacket is much more expensive than the red one. تاني، the black jacket، الجاكيت الأسود، is much more expensive than the red one. الجاكيت الأسود ده أغلى بكتير من الجاكيت الأحمر. أغلى بكتير. هنا قلنا much more expensive، يعني ده أغلى من ده بكتير. ما هواش بشيء قليل، ما هواش بقدر قليل، لا، ده هو إيه؟ بكتير جدا جدا. My car is a lot more comfortable than yours. My car، عربيتي، is a lot more comfortable than yours، يعني هي مريحة أكتر بكتير من عربيتك. نيجي بعد كده لـ الـ superlative adjectives، صفات التفضيل. superlative adjectives دي هنا بنضيف للصفة est، est، وقبلها طبعا في ذا. في الكومباراتيف في ذان، لكن في السوبرلاتيف في ذا، ذا الادجكتيف بلس اي اس تي. طبعا احنا بنستخدم السوبرلاتيف ادجكتيفز، صفات التفضيل، علشان نعمل ايه؟ نقارن ما بين ثلاث حاجات او اكتر. الكومباراتيف المقارنه، الكومباراتيف المقارنه بنقارن ما بين حاجتين، ولكن في السوبرلاتيف التفضيل بنقارن ما بين ثلاث حاجات او اكتر. Both John and his brother play football. Both John and his brother play football. But John is better. But John is better. أنا هنا بقارن ما بين جون وأخوه. كده كم شخص عندي؟ كده شخصين. فأخذنا الcomparative adjectives. قلنا is better. Is better. طب لو هقارن ما بين جون وأخين معاه. John and his two brothers. John and his two brothers all play football. All play football. But John is the best. But John is the best. هنا استخدمت السوبرلاتيف adjectives علشان انا بقارن ما بين جون واخواته. وما كده كم شخص عندي؟ كده في ثلاث اشخاص عندي. فاستخدمت السوبرلاتيف.
لكن الكومباراتيف المقارنة ما بين شخصين أو شيئين أو اتنين من الحيوانات. The best in، استخدام the best مع preposition in، حرف الجر in. طبعا بعد التفضيل بنستخدم حرف الجر in مع أسماء الأماكن، مع أسماء الأماكن أو الأسماء المفردة اللي بتدل على جمع، كلمة class، كلمة school، كلمة team، كلمة family. دي كلها كلمة أو دي كلها كلمات مفردة بس بتضم فيها إيه؟ ها؟ حاجات كتير. دي التيم بيتكون من لاعبين كتير، السكول فيها طلبة كتير، الكلاس فيها طلبة كتير، فاميلي فيها أفراد كتير، فيها كلمة مفردة بتشير لإيه؟ بتشير لجمع. Everest is the highest mountain in the world. Everest is the highest mountain in the world. يعني إيفرست، جبل إيفرست هو أعلى جبل في العالم كله. She is the best student in the class. She is the best student in the class. هي أفضل بنت في الفصل. In the class. In the class. He is the tallest in the family. He is the tallest in the family. يعني هو أطول فرد فين؟ في العائلة. In the family. نيجي بعد كده لاستخدام السوبرلاتيف، التفضيل مع ever. مع ever. This is the best movie I have ever watched. This is the best movie I have ever watched. ده أفضل فيلم شفته في حياتي. She is the most beautiful woman I have ever seen. She is the most beautiful woman I have ever seen. دي أفضل امرأة شفتها في حياتي. فهنا استخدمنا the most beautiful with the best مع ever. السنتنس فيها ever. نيجي بعد كده لاستخدامات the possessive adjective وكمان ال names plus apostrophe s. يعني قبل التفضيل بنستخدم the أو possessive adjective صفة ملكية زي my زي your أو كمان اسم plus apostrophe s. ازاي الكلام ده؟ he is the best. he is the best. the best يبقى هنا استخدمنا the، هنا استخدمنا the. he is the best. this is my most expensive jacket. this is my most. هنا ما استخدمناش the، ليه؟ عندنا my، عندنا my ده possessive adjective، ما بنستخدمش هنا the علشان في my. this is my most expensive jacket. ده أغلى جاكيت عندي. this is Paul's best friend. this is Paul's best friend. ده أفضل صديق لي بول، وهنا بولز أبوستروف إس، best friend. best هنا كمان ما استخدمناش ذا، ليه؟ عندي name plus أبوستروف إس. نيجي بعد كده لنقطة مهمة جدا 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 وهي comparative and superlative adverbs، ظروف الحال. إزاي هنقارن وهنعمل تفضيل باستخدام ظروف الحال؟ أول حاجة إزاي أعمل compare للأكشنز، للأفعال. أعمل compare، أعمل compare، أعمل مقارنة للأفعال. She drives fast. She drives fast. But I drive faster. هنا faster جت هنا adverb plus er جت بعد drive. يبقى هنا إيه؟ مقارنة أفعال وليس صفات. He plays well. He plays well. But I play better than him. He plays well. He plays well. But I play better than him. بيتر هنا جت adverb بعد play. طب نعمل ايه في الظرف المنتهي بال واي؟ الظروف المنتهيه بال واي اللي هي الادفيرب اللي اخره ال واي. ده هنتعامل معاه ازاي؟ ده هنتعامل معاه ازاي؟ بنستخدم قبلها مور. يعني عندك الظرف اللي اخره ال واي بتستخدم قبله مور في المقارنه وموست في التفضيل. يبقى مور في المقارنه وموست في التفضيل. She speaks more quietly than her boss. She speaks more quietly than her boss. يعني هي بتتكلم بهدوء أكتر من مديرها البوس بتاعها. He cooks well. He cooks well. But more slowly than. More slowly than his workmates. هو بيطبخ كويس ولكن أبطأ من زمايله في العمل. طب الأدفيرب اللي هو الوان سيلابل او تو سيلابلز نعمل فيه ايه؟ يعني الظرف
اللي مقطع او مقطعين. ده هنتعامل معاه ازاي؟ هنا بنستخدم ER في المقارنة و EST في التفضيل بشكل بسيط جدا. يعني الظرف اللي فيه one syllable او two syllables ده بنضيف له ER في الكومباراتيف و EST في السوبرلاتيف. early earlier, late later, fast faster, hard harder. he works harder than me, he works harder than me. يعني هو بيشتغل بجد اكتر مني. طبعا عندك هنا كلمة harder دي adverb جت بعد الverb work. he work harder. she always arrives earlier than her bus. she always arrives earlier than her bus. يعني هي بتصل مبكرا اكتر من الباص بتاعها المدير بتاعها. طبعا هنا كلمة harder او كلمة earlier صفات وظروف حال، ولكن بنعرفها ايه من السنتنس نفسها. لو جت بعد verb يبقى دي adverb ظرف حال، ولكن لو جت وصفت الاسم تبقى دي صفة. يبقى كده اتكلمنا النهاردة عن الكومباراتيف والسوبرلاتيف بالتفصيل، ازاي نعمل مقارنة بالصفات او بظروف الحال. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وان شاء الله استنونا في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.